السنة الخامسة على التوالي، وبتنظيم من مكتب فضائية نورسات في الأردن بالتعاون مع شبيبة الأردن للدراما المسيحية، يقام أيام السادس والسابع والثامن من شهر كانون أول ديسمبر القادم بازار الرحمة الخامس، وذلك في جمعية آل النبر التعاونية بعمان بمشاركة فعاليات كشفية شبابية من مختلف الرعايا. وقالت مديرة مكتب نورسات الأردن الدكتورة باسمة السمعان إن البازار سيشهد هذا العام مجموعة من الفعاليات والأنشطة الجديدة والتي ستستقطب عدداً كبيراً من أفراد الأسر في الأردن، حيث أن البازار يأتي ضمن خدمة نورسات الأردن المسكونية ومسؤوليتها الإنسانية. بازار الرحمة، وهذا البازار الخامس اللي عم بتنظمه نورسات للاحتفال بالأعياد المجيدة، عيد الميلاد. فبتبلش من شهر 11 تحضر البازار والمشتركين في هذا البازار. فكرة بازار الرحمة وليش نورسات بتقوم فيها؟ هلا نورسات هي عندها رسالة إعلامية ورسالة إنسانية ورسالة مجتمعية، وزائد في رسالة أخرى دائما تسعى نورسات إنها تحققها اللي هي الوحدة الكنسية. فالوحدة الكنسية كيف بدنا نحققها في بازار الرحمة؟ بازار الرحمة بيضم معظم كنائس المملكة، وأنا دائما بتمنى إنه كل الكنائس الموجودة في المملكة، العائلات الكنسية يعني عم نحكي، إنها تشارك في بازار الرحمة لو في زاوية أو طاولة تاخدها تبيع فيها منتجاتها. ممكن بهاي الريع يروح للكنيسة اللي حاطة طاولتها، وزائد انه اللي بيزور البازار واللي ما عنده وقت خلال فترة الأعياد الميلادية يزور البازارات بكل الكنائس وتروح عليه، وحابب انه يشارك ويحتفل بالميلاد وفي الأجواء الميلادية ويجيب عائلته ويجيب أولاده وينبسطوا في هاي الأجواء الميلادية، بازار الموحد بيقدر انه يحقق هاي الرسالة وهاي الرغبة انه يزور بازار الرحمة اللي هلأ الشباب بيعلنوا موقعه متى وتاريخه، انه يقدر يشارك كل الكنائس، يقدر اذا بحب يشتري ويتبرع ويخدم ويدعم كل الكنائس في بازار الرحمة، لانه رح يكون ان شاء الله كلهم موجودين تحت مظلة بازار الرحمة. وان شاء الله يا ربي هاي الاعياد الميلادية المجيدة تجلب الخير والسعادة لكل العائلات، وأهم إشي خاصة في هذا الزمن اللي إحنا عم نعيشه، الزمن المخربط أنا بسميه، المعيش الفوضى السياسية لكن أنا بتأمل إنه هذا العام مع طفل الميلاد، طفل ميلاد 2019، إنه يحقق السلام والأمن لكل البلاد. وإن شاء الله يا ربي كل عام أنتم بخير وينعاد على الجميع بالصحة والسلامة.